لا حول ولا قوة إلا بالله، أسبوع صار لك متخبي في هالغرفة ونايم على التخت يا حمار. قوم فز حالك، انقلع، قوم يا 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 جبان، خلي شخصيتك قوية زيي. لا أنت مو ابني، أنا متأكد أنت مو ابني، مو ابني اللي ربيته عيدي هذول، ربيتك حتى تكون برشلوني أسطوري فخم، بالأخير بتخذلني بتطلع جبان وبتتخبى في جحرك؟ ولك أنا بزمناتي رغم الخسارات اللي كنا نخسرها عمري ما تخبيت بجحري، ولك شو فيها لو برشلونة خسر؟ ها؟ قوم قوم ولك طلع لي وأنا بحكي معاك، شو فيها لو برشلونة خسر؟ يا ما خسرنا زمان وظلينا مأزرين الفريق، لازم توقف مع الفريق في الخسارة قبل الفوز، بكرة راح نرجع أقوى وراح تصير تحكي يا حسفاه يا أسفاه. راح تحكي عن الأيام الماضية لما كان برشلونة بيعاني وانت وقفت معاه، راح تكون برشلوني أصيل. قوم عند فريقك اليوم مباراة مع قادش يا كلب، لازم توقف مع الفريق حتى لو انه الخصم سهل، توقف معاه في السهل وفي الصعب يا حيواني واطي. قوم روح انقلع من وجهي، بلاش اجي اخبط على مثلث حواجبك. ايش قلت؟ ايش قلت؟ تحكي مع عمك هيك يا حيوان؟ انا قلت هذا مو ابني. اه قلبي احا، هاي طلعت امي. يما اسف يا تاج راسي، والله اسف، الله يلعن هيك ترباي. اخ قلبي، 16 ولد، انت احسن واحد ربيته فيه، تحكي عني زي هيك؟ اه يا قلبي، والله فكرتك هذاك الكلب الحيوان اللي بيلبس احمر. روح روح يا عبسي، روح، إلهي يغضب عليك يا حيوان. كلنا كنادر، الله يغضب علي شو يما، وما احنا مغضوب علينا من الفريق كمان انت، والله اسف. هات ايدك لبوسة يا مو، هات ايدك لبوسة، اقسم بالله اسف، والله كل فكر انه مشجع الارسنال الكلب، والله اسف. شو الايد هاي يما؟ اسف والله، اسف اسف. قادش، احنا نتعادل مع قادش يا الله. شو احنا ريال مدريد، الله يلعن ابوك الحته الثاني، صار الاسبوع نايم معاك، قربنا نجيب اولاد وانت قاعد بتاذي فيا. نخسر من باريس ونتعادل مع قادش بالدوري، لا يا الله. ما حدش يصحيني اللي بدخل علي على الدار ايش، على الغرفه لانفخ عيني. خليت نحفل. الو السلام عليكم، المحامي ابو شقره، ممكن استفسار بسيط بس يعني بعد اذنك؟ تمام. انا متجوز وحده، تمام، مخلف 16 ولد، بعرف كثير حمار بس مش مشكله. انا بتعرض لتعنيف من هاي المراه، ما بقدر يعني تعنيف، عن جد تعنيف، فهل لما اطلقها راح ادفع نفقه 16 ولد ولا ما بطلع علي شيء؟ أبدا يسلم وديك، هارد درك على الخسارة، هارد درك ويخرس. حاضر حاضر، إن عن حظي أنا بتعنف بهالدار وكمان بيطلع علي نفقة ومش عارف أحفل عليها عشان تعادلت مع قادش، غير أشوف محامي ثاني بدي أوصلها لوزارة التربية والتعليم. شو دخل وزارة التربية؟ ما بدي أوصلها لوزارة أي حاجة، المهم أخلص منها هاي. لا إله إلا الله، أنا مش قلت ما حدش يجي يصحيني. سبات، إيش بدك تعمل يا مجنون؟ جاي تحفل عليه لانه تعادل مع قادش؟ ما هو اكيد راح يقول لك انه قادش جلدكم وطلعكم من بطوله بهالزمانات، وبعدين عندك مباراه مع بلد الوليد والفريق مليان اصابات، بلاش نخسر من بلد الوليد وما نخلص من لسانه، فخليه في جحره نايم ومربوط على هالتخت لانه نوم الظالمين عباده، فلما يظل محشور بجحره حتكون فيها لذه الذل احسن من انه لما نخسر يجي يهزئنا. انا بقول اعمل انسحاب تكتيكي بلا مضرطة. ها
والله بالعمدن، والله بس بدهم يصحوني عليك وعلى على فريقك وعليك وكلكم. ما بخافش من حد ولا عمري، كل شوي حد يقابلني اخده وش. السلام عليكم. قلكوا تفتحوش على ام الباب مش الله. انقلع. ايه ايش في؟ انا ناقصك انت الثاني. انا سبيت عليك قرف يقرفك عليك عار. ابوي ابوي الغالي سلام عليكم. الله لا يسلمك، لا انت ولا اخوانك ولا امك. انقلع. ايش في؟ شو انا والله شكلي داخل دار غلط، كلهم قاعدين بيشتموني، شو لهالدرجة ما قريب مني؟ هلو هلو واتس اب مان. لا اله الا الله، حتى هذا ايش في؟ شو هالدار اللي كلها نكد؟ يا اخوان تبسموا تبسموا، تبسمكم في وجه اخيكم صدقه. صحيح وجهي بقطع الرزق بس انه يعني ايش في؟ يعني سلام عليكم. عليكم السلام. هاي قول لي هايات ايش؟ Shut up your mouth. Shut up your mouth. How dare you smile. Mother club is dead. ماتت يعني. Father Allison dead. But مقتول يعني طئن يعني برازيل عليهم برازيل. قتلوا ابو أليسون. طيب وشو دخلك انت يا عمري؟ هي امك ولا ابوك اللي ماتوا؟ Because we are Liverpool. شعارنا لن تسير وحيدا. If you club sad يعني هزين we sad. If Allison sad we sad. Sad الملك طلال. شداي كلها نكد، هذا منكد، هذا منكد، اقسم بالله انكو عيلة مقرفة. خلنا اشوف امي معقول اللي منكدة. لازم ادخل لها بعنفوان. هاي امي. هنا امك، اطلع من المطبخ ولا اطلع من المطبخ. شو دخلت؟ انت اللي رميتين وانا رميتين، كل شيء في راسي بهالدار، قرف يقرفكم. عيلة بنفسنا. والله اصلا ما لازم. معقول لي هاد مبسوطين ومش منكدين؟ هاي يا حلوين. ايش في انتو الثانيين؟ ايش في؟ فاز علينا بالديربي 3-0 وانتزع منا الصداره، بعد ما عدنا وانبسطنا اجى هذا الكلب الواطي انتزع منا الصداره. طب كويس هارد لك يعني يا كابتن، بس انه كويس اخيرا واحد حكالي ليش زعلان، انه بدي اعرف سبب الزعل في هالدار. بس دقيقة، يعني اذا هو فايز عليك 3-0 ومنتزع منك الصدارة وانت ليه زعلان يا عمري؟ شو المفروض انه انت تكون مبسوط كونك فايز بالديربي؟ مش المفروض تكون مبسوط؟ مفروض انبسط قلت لي. ليش انبسط؟ ليش انبسط وبكرة في كلب اسمه يوفنتوس رح يتواطأ مع الحكام؟ ليش يتواطأوا مع الحكام؟ الحكام بتواطأوا معاه وبيخسرونا غش، بيلبسونا قضايا احتمال تكون قضايا اغتصاب وفساد ما بتعرف كيف، وهم رح ياخذوا الدوري وانا عارف هذا الحكي. فانبسط ليش؟ انبسط ليش؟ وانا متأكد انهم رح ياخذوا الدوري زي العشرين سنة اللي قبل. اخيرا واحد بضحك. ايش في؟ وانت بتعيط على ايش؟ لقد نعتني بالغشاش وانا عمري ما غشيت، فلقد جرح مشاعري فكيف لي الا احزن. لقد يا يغتصبون يا يقولون عننا غشاش شيء ونحن الله يؤخذك يا ابو على الجنه، الله يؤخذك. هاي نتيجه انك تتجوز بنت عمك تخلف عهاد زي هذول. قرف يقرفكم بهالدار. متخلفين، طلعت انا الوحيد اللي بفهم في هالدار. ايش في؟ شو اللي مرقها؟
حرامي؟ شو 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 شفت لي حدا نزل من هان؟ أو مش حدا، شفت لي الحيوان اللي بلا تاريخ مشجع السيتي نزل من هان؟ إيش في يا كابتن شيطان؟ سمعت صوت وإيش إيش مالك؟ قاعد بطارد في ابن هالكلب على الصدارة، هلك صحتي. يا ساتر، مانشستر يونايتد يطارد السيتي على الصدارة؟ لك لا يا ربي مستحيل. طب كم 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 فرق النقاط بينكم؟ بس 10 نقاط، تخيل؟ حبيبي والله 10 نقاط وعندك أمل إنك تطارده؟ يا زلمة اسكت، صار لنا 20 سنة كل موسم كل فرق بيننا 40 نقطة، هاي فرصتي حتى ألحقه. ولك يا غبي ريح حالك، تركضش والله على الفاضي. حمار خلي، لا أنا بديش صحيح الدار هاي منكدة، وين أروح؟ نروح أنتحر أحسن لي. مرحبا، يعطيكم العافية. الصراحة يعني ما بعرف كيف أنا تجرأت وقررت أني أصور هذا الفيديو، بس لأنه الموضوع كثير زاد عن حده، أنا عن جد بحاجة لمساعدتكم. خلص أنا لازم أحكي، أنا بتعرض لتعنيف منزلي. ما راح أعمل هيك ولا هيك ولا هيك ولا أحو أحيئي، لا أنا راح أقولكم بالعبارة الصريحة، أنا بتعرض لعنف منزلي من أخوي. أخوي حاليا حابسني بغرفة، أو مش حابسني، أنا حابس حالي بغرفة، هو واقف برا زي كلب الحراسة بستنى فيي أطلع. ليش بستنى فيي أطلع؟ عشان يأخذ منا هلالند. هلالند لاعب كثير كويس احنا اشتريناه، فهم بيعملوا زي هيك. هم هذولا الحيوانين الكلبين بايرن ميونخ، اول ما يشوفوا عندنا لاعب كويس بروحوا بدهم ياخذوه، زي ليفاندوفسكي، زي هوملز، زي جودزه. فانا عن جد عن جد انا بحاجه لمساعدتكم، انقذوني، ارفعوا هاشتاج انقذوا راعي التاكسي اللي هو انا، اللي ما بيعرفني انا اسمي راعي التاكسي. يعني يمكن تحكوا هذا عامل الفيديو يتهبل في على العالم او مشاهدات، لا والله والله هذا مو مصدقيني. ها تعالوا معي اوريكم انه هو قفل على الباب. تعال يما، يخرب بيت منظره، شفتوا يا جماعه شفتوا؟ انا والله بتعرض لتعنيف، اختكم اخوكم بحاجتكم، بليز بليز ارفعوا الهاشتاج، خلي قضيتي توصل للامم المتلحمه. متلحم السلام عليكم. والكل اتجننوني، والله ما إلي خاطر اطلع من جحري، لا والله، بس اساليبكم الغشاشة بتخلي الواحد مو يطلع من جحره، بتخلي الواحد يفقع عليه. يا كلاب تعال. والكو شاء الله، كيف احنا حطينا جول غش ونمسح في كرامتنا الارض، انتوا كيف بتفوزوا غش؟ ها تفوزوا شكلكم راح تتأهلوا، راح تاخذوا البطولة رقم 14 بالغش. يا غشاشين، ولكم غشاشين والله والله غش، وانت عارف انك غشاش يا قلب. بس احكي لي يا اخي كيف الطريقة؟ سحر شعوذة يا زيدان، اول 5 دقائق طرد، وبعديها بنطرد زباتا قائد الفريق، بعدين والجول دقيقة 5. ايش ايش يا زلمة، يخرب بيتكم شو غشاشين. لم أكن أتوقع أن تأتي وتهاجم علي بهذه الطريقة الوحشية. أنت أخي وتعلم ما في قلبي، ولكنك لا تعلم ما في قلبي. لو أنك تعلم ما في قلبي لتمنيت أن نسجل على أطلانتا 40 هدفا أو 20 هدفا بدل الهدف الواحد، لكنك لا تعلم ما في قلبي. يا حبيبي بلش نفاق وكذب، تفضل احكي شو اللي في قلبك. كنت أريد على كل هدف يسجله الريال أن أتبرع بحرام، دقيقة لقد سقطت اللحية، كنت أريد أن أتبرع بحرام أو لحاف لعائلة محتاجة. دقيقة معلشهم، ولكن شعر اللحية قد فاض على وجهي. كنت أريد أن أتبرع بكل لحاف، بكل هدف لحاف وحرام إلى عائلة محتاجة. وأنت تعلم أن في هذا الفصل الشتاء البرد القارس يقرص قرصة الدبور الأحمر في الليل الأخضر، ولكنك أتيت تهاجمني ونحن مسجلون هدفا واحدا فقط، وأنا زعلان جدا والله زعلان.
أنا الآن فقط سوف أستطيع أن أؤمن حراما واحدا لعائلة محتاجة. والله؟ وليلة حتى تعمل هيك؟ لله، لله يا أخي، لماذا سوف أفعل مثل هذا العمل؟ بالطبع لله. متأكد لله؟ أنت تعمل إيش لله؟ يعني أنت تاريخك كله أسود وملطخ بالعار، تعمل إشي لله؟ نعم يا أخي نعم، إنه لله. ولماذا سوف أكذب عليك؟ يعني الصراحة مش داخل براسي. والله ما مش عارف شو بدي أقول لك، يعني ما أقدرش أدخل جوا قلبك وأعرف أنت كذاب ولا مش كذاب، بس اللي بقول لك إنه الله يجزيك الخير. صحيح تعال، أنت صليت اليوم؟ ها؟ ماذا تعني بالصلاة؟ حبيبي والله سلامتك معلم، سلامتك، الله يوفقك واستمر عليها. هاي ترى شو اسمه مشروع كثير كويس لحرمات، ان شاء الله ربنا راح. ماشي، السلام عليكم. ماذا دهاه هذا المجنون الأرعن؟ انا ليش بتكلم فصحى؟ شو ماله واضح من اللي فيها؟ حبيبي والله، كيف سوف انظف سمعتي من العار ان لم اعمل اعمالا خيرية؟ سمعتك. آه قلبي يا أليخاندرو، لقد أفجعتني بفتحتك هذه الباب. أتحاول أن تقتلني وتحرم الناس من الأعمال الخيرية وتفشل مشاريع الخيرية؟ آه نحن موجودون للخير، بضع عرضكم أكذبكم.